تعديل للخراب. لذلك أنا بقول إنه المحاسبة ضرورية، ولكن البديل ضروري. الآن زي ما صار هذا المنخفض، إحنا كنا عارفين إنه هذا تغير في المناخ عام، صار في تطرف في الحر والبرد، صار في تطرف بالمطر، صار في عدم استقرار جوي. نبه له من قبل علماء المختصين من عقود، ولا حدا سمع ولا حدا اتخذ أي إجراء أبداً، كأنه هذا يعني لغو، يعني ما له معنى. هي عم بترجم، والأخطر إنه ممكن يتفاقم هذا الوضع. إذن ماذا نفعل؟ الآن يجب أن تكون لدينا الخطة اللازمة لكي تصان الشوارع والطرق، المناهل والمصارف المائية، التشدد في منح التراخيص وفقا للمتطلبات الهندسية لضمان أنه ما تصير عندنا فيضانات في المناطق المنخفضة. تصريف المياه لازم تكون مدروسة، عندنا مهندسين وعندنا علماء في هذه المجالات، استعينوا فيهم.